مباريات اليوم حافلة بشوط إضافي. ننتقل عند وسيم صار معنا بشوط إضافي. مساء الخير. مساء الخير روان ومحمد. أيضا مثل ما تفضلتي روان، يوم حافل بالمباريات بالدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. مساء الخير مشاهدينا. رح نبدأ من أخبار البطولة الأوروبية الأعرق. رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إجراء أي مقارنة بين مباراة فريقه أمام يوفنتوس اليوم الثلاثاء في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وبين مواجهة الفريقين في نهائي نفس البطولة الموسم الماضي. وقال زيدان للصحفيين بعد سؤال عن المباراة التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف لواحد في كارديف بأنه لا علاقة لمباراة اليوم بما حدث سابقا، مضيفا أنه يجب التفكير في اللقاء والتأكد من خوضه بطريقة جيدة. ولا يعيش ريال مدريد أفضل مواسمه حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، كما أنهى دور المجموعات في دوري الأبطال في المركز الثاني بعد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لكن حامل اللقب أثبت قدرته الكبيرة حين هزم باريس سان جيرمان في دور 16. أما من جانبه قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن الأرجنتيني باولو ديبالا يتمتع بروح معنوية عالية وأفضل من أي وقت مضى ويتأهب للتألق في مواجهة ريال مدريد. ومنح أليغري لاعبه دفعة من الثقة بالنفس قبل ذهاب دور الثمانية في تورينو اليوم قائلا إنه سيقدم في المباراة أداء رائعا لأنه لائق بدنيا ويتمتع بالهدوء، إضافة إلى تحسن مستواه بشكل كبير، لكنه في ذات الوقت حذر لاعبيه من خط وسط ريال مدريد الذي وصفه بأنه خطير جدا. قال فيتشينزو مونتيلا مدرب إشبيليا إنه سيحاول حرمان ضيفه بايرن ميونخ من نقاط التفوق وذلك من خلال الضغط على العملاق الألماني حين يلتقي الفريقان مساء اليوم أيضا في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال. وفجر إشبيليا مفاجأة ببلوغ هذا الدور لأول مرة منذ عام 1958 ويخوض المباراة في مواجهة بايرن الأوفر حظا للفوز، كما أرسل العملاق البافاري رسالة تحذير قوية لإشبيليا عندما أحرز 6 أهداف في مرمى منافسه بروسيا دورتموند السبت الماضي، فيما فرط الفريق الأندلسي في تقدمه بهدفين ليتعادل مع برشلونة بهدفين لمثلهما في الدوري الإسباني. وبرر مونتيلا ذلك الأمر بأن المنافسة في 3 مسابقات أمر لم يعتد عليه إشبيليا الذي سيغيب عنه لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا للإيقاف. أكد نادي روما أن لاعب الوسط التركي أوندر سيغيب عن مواجهة برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للإصابة. ويعاني أوندر من إصابة في فخذه تعرض لها أثناء اللعب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأسبوع الماضي. وفي ذات الوقت أكد نادي العاصمة الإيطالي أن البلجيكي راجا نايجولان انضم لبعثة الفريق المتوجهة إلى إسبانيا. قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول إن زميله المتألق محمد صلاح يستطيع تدمير أي خط دفاع ويستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز. وردا على سؤال حول امتلاك صلاح إمكانية التفوق على دفاع مانشستر سيتي متصدر الدوري حيث يلتقي الفريقان غدا في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، قال فان ديك هذا ما يعرفه الجميع وهذا ما نشعر به أيضا، مضيفا أنه عندما يكون لائقا بنسبة 100% فإنه يستطيع التفوق على أي لاعب منافس. ويعتبر صلاح الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا هذا الموسم ويتفوق على هدافين بارزين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب لاعب برشلونة باكو الكاسير من الرحيل عن الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبرتيفو الكتالونية، فإن مهاجم البرشا سوف يغادر الصيف المقبل في ظل قلة مشاركاته في الموسم الجاري. وأضافت أن برشلونة يعلم بوجود عدة عروض في الدوري الإسباني ومن خارج الليغا للاعب من أجل رحيله عن الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن سيلتا فيغو وفياريال يرغبان في التعاقد معه، موضحة أن ساوثامبتون الإنجليزي وليل الفرنسي اهتما أيضا بالتعاقد مع باكو في الصيف المقبل. خبرنا الأخير من صالات كرة السلة، تأهل بورتلاند تريل بليزرز إلى الأدوار النهائية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك بعد فوزه على ضيفه ميمفيس غريزليز ب 113 نقطة ل 98. وبات بورتلاند ثالث فريق في المنطقة الغربية يبلغ البلاي أوف بعد هيوستن روكيتس المتصدر وغولدن ستيت ويريورز حامل اللقب، ورفع العدد الإجمالي للمتأهلين إلى 9 بعد أن حجزت 6 فرق من المنطقة الشرقية مقاعدها، وهي على التوالي تورونتو رابترز وبوستون سيلتكس وكليفلاند كافاليرز وفيلادلفيا 76رز وإنديانا بيسرز وواشنطن ويزرز. نهاية شوط إضافي، سهرة ممتعة برفقة مباريات دوري أبطال أوروبا. عودة من جديد إلى محمد مروان. شكرا لك وسيم، يمكن شغلة ساعتين الريال وشوفنتوس على 10:45 بتوقيت دمشق. تمام، شكرا لك. طبعا نحن مكملين كمان، ورح يكون معنا الجزء الثاني من حكي ميديا بعد الفاصل.